بسم الله الرحمن الرحيم، طلبة السنة الثانية، السلام عليكم. إذا راح نواصل دائما مع التمارين الخاصة بالطاقة الكامنة والطاقة الحركية. هذا التمرين راني درجته في المنتدى على شكل فرض، فيه تمرينين. هذا التمرين الثاني. إذا نص التمرين يقول: كرة فولاذية كتلتها أم تساوي 200 غرام، معلقة بواسطة خيط طوله L يساوي 40 سنتيمتر، عديم الكتلة والامتطاط إلى نقطة ثابتة O. نزيح الخيط عن الشاقول بزاوية ألفا تساوي 60 درجة، ثم نحرر الجملة بدون سرعة ابتدائية. ولما يصل إلى النقطة B تنفصل الكرة عن الخيط لتكمل حركتها على مستوي أفقي أملس، فتصطدم بنابض ثابت مرونته K يساوي 500 نيوتن على المتر. السؤال الأول: ما هي الحصيلة الطاقوية للجملة كرة زائد أرض بين A و B؟ ثانيا: استنتج معادلة انحفاض الطاقة. ثالثا: احسب سرعة الكرة عند الموضع B. رابعا: ادرس الجملة اللي هي الكرة زائد الأرض بين B و C. خامسا: ادرس الجملة كرة زائد أرض زائد نابض بين النقطتين C و D. سادسا: ما هو أقصى انضغاط للنابض؟ ولدينا من المعطيات، لدينا الجاذبية 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذا لاحظوا من خلال الشكل هذا، لدينا هذا عبارة عن نواس. النواس هو عبارة عن كرة معلقة بخيط مهمل الكتلة وعديم الامتطاط. هذا النواس راح يتحرك من الموضع A إلى الموضع B، أكيد نتيجة تركيب ذو سرعة ابتدائية بعد أن نكون قد أزحناه بزاوية ألفا. ثم عندما يصل إلى الموضع B تنفصل الكرة عن الخيط وتواصل حركتها على هذا المستوى اللي قال لي أملس. تصل إلى الموضع C راح تصطدم بهذا النابض فتضغطه وتتوقف عند الموضع D. إذا راح نجاوب على الأسئلة الخاصة بهذه الحركة نتاع الكرة. أولا قال لي: ما هي الحصيلة الطاقوية للجملة اللي هي الكرة زائد الأرض بين الموضعين A و B؟ لاحظ هنا باللي أعطاني الجملة اللي ندرسها اللي هي الكرة زائد الأرض، هذه تعتبر الجملة اللي راح ندرسها بين الموضعين A و B. إذا بالنسبة للحصيلة الطاقوية نعرفوا باللي في الحصيلة الطاقوية لازم نحدد الجملة ونحدد اللحظتين أو الموضعين اللي راح نشوف تغير الطاقة خلالهم. إذا بالنسبة لهذه الحالة نحاول نديروا الحصيلة الطاقوية هنا. إذا واحد، السؤال الأول: واحد، الحصيلة الطاقوية. إذا عدنا الجملة المدروسة، الجملة اللي هي الكرة زائد الأرض. كذلك نشوفوا هنا بالنسبة للكرة زائد الأرض، نشوفوا الجمل الخارجية اللي عندي. عندي الجمل الخارجية على الجملة هذه اللي هي الكرة زائد الأرض، عندنا الجملة الأولى اللي هي الهواء، هنا الاحتكاك مع الهواء مهمل ما عطاوهليش. وكذلك لدينا الجملة الثانية اللي هي الخيط. إذا اعتبرت غادي ندرس الكرة وحدها، نعتبر أن الخيط جملة خارجية. الخيط راح يأثر بقوة تسمى قوة شد الخيط أو قوة توتر الخيط. هذه القوة تكون بهذا الشكل، نسميها القوة تي. إذا بغينا نحسبوا العمل تاعها، عمل القوة تي هذه، راح نصيبه أنه يساوي إلى الصفر. لماذا؟ لأن راه دائما في كل لحظة عمودي على المسار، هذا هو المسار، هو دائما في كل لحظة يكون القوة هذه عمودية على المسار، وبالتالي عملها يساوي إلى الصفر. إذا بمعنى أن الجملة هذه تاعي اللي راح نختارها راح تبقى جملة معزولة أو شبه، نسميها جملة شبه معزولة. إذا لدينا بالنسبة للطاقتين، عندنا طاقة كامنة تقالية وعندي الطاقة الحركية، لأن الجسم راه يتحرك. وكذلك نعتبر احنا هذا المستوى المار بالموضع B مثلا، هذا المستوى المرجعي لحساب الطاقة الكامنة التقالية، بمعنى OPP عند الموضع هذا المستوى المار بهذه النقطة B يساوي إلى الصفر. وبالتالي عند حركة الكرة من موضع A إلى الموضع B تكون قد قطعت هذا الارتفاع اللي هو الارتفاع بين الموضعين A و B اللي هو زاد A ناقص زاد B ويساوي إلى نسموه حنايا H اللي هو هذا الارتفاع، وبالتالي الطاقة الكامنة التقالية راح تتغير. إذا راح نمثلوا الحاصلة الطاقوية، عندي الجملة اللي هي الكرة زائد الأرض. بالنسبة للطاقات عندنا الطاقة الحركية قال لي في نص التمرين نتركها تسقط بدون أو نحرر هذه الجملة بدون سرعة ابتدائية، معناها السرعة عند الموضع A تساوي إلى الصفر، بمعنى أن الطاقة الحركية عند الموضع A تساوي الصفر. إذا راح نمثل هذا العمود تاع الخاص بالطاقة الحركية، إذا ECA إلى الموضع B نسميه EC عند الموضع B. كذلك بالنسبة للطاقة الكامنة التقالية راح تكون عند الموضع A أعظمية ثم تنعدم عند الموضع B، باعتبار أننا خيرنا هذا المستوى المار بها هو مرجع لحساب الطاقة الكامنة التقالية.
إذن هكذا، إذن لدينا PP عند الموضع A، ندير خطوط أو نقاط هكذا متقطعة أحسن، ثم راح يساوي الصفر في الأخير PP عند الموضع B. إذن هذه الحاصلة الطاقوية تاع الجملة تاعنا. نشوفوا السؤال الثاني، قال لي استنتج معادلة انحفاض الطاقة. إذن هذا انطلاقا من المعادلة، انطلاقا من الحاصلة الطاقوية لدينا ثانيا معادلة انحفاض الطاقة. إذن المعادلة هي فقط الطاقات النهائية اللي هي الطاقة عند الموضع B C B زائد P P عند الموضع B تساوي الطاقات الابتدائية عند الموضع A اللي هي C A زائد E P P عند الموضع A. نعلم أن الطاقة الحركية عند الموضع A تساوي الصفر، معنى هذه راح تروح بالصفر لأن تركنا الجسم بدون سرعة ابتدائية. كذلك الطاقة الكامنة التقنية عند الموضع B تساوي إلى الصفر. لماذا؟ لأن اخترنا هذا المستوى المرجعي لحسابها. إذن مش راح يبقى لي هنا، إذن تولي الحاصلة الطاقة أو معادلة انحفاض الطاقة هي فقط EC عند الموضع B يساوي إلى EPP عند الموضع A. بمعنى كل الطاقة الكامنة اللي كانت عند الموضع A تحولت إلى طاقة حركية عند الموضع B. بالتالي هذه الجملة تاعي جملة تسميها جملة شبه معزولة. كذلك السؤال اللي بعد قال لي احسب سرعة الكرة عند الموضع B. إذا نفس الشيء راح نعتمد فقط على هذه المعادلة اللي رسمنا لها. بمعنى هذو ثلاث أسئلة يقدروا يكونوا فقط سؤال واحد. مباشرة احسب السرعة عند الموضع B ونطبقوا فيه كل هذه الخطوات، الحاصلة الطاقوية بعد اختيار جملة بطبيعة الحال والمعادلة ثم حساب السرعة. إذا راح نجاوب على السؤال هذا. إذا ثالثا حساب B عند الموضع B. إذن من المعادلة، من معادلة انحفاض الطاقة، من معادلة انحفاض الطاقة اللي صبناها سابقا اللي هي EC عند الموضع B تساوي إلى EPP عند الموضع A. إذا الذي هي عبارة الطاقة اللي هي نصف M V B تربيع تساوي إلى نسبة الطاقة الكامنة التقالية العبارة هي M في G في H. هنا يبقى لنا فقط ايجاد اش، نشوفوه من الرسم، نحاول من الرسم ايجاد هذا الارتفاع. نشوفه هنا مثلا الارتفاع هذا هو نفسه هذا المستوى نتاع النقطة A والموضع اللي بدينا منه، وهذا المستوى نتاع الموضع اللي نوصلوا ليه. اذا الارتفاع هذا هو اش، هذا راني درتها هنا باش نقدر نحسبها فقط. لاحظ باللي هذا الطول هو الارتفاع H. ماذا يساوي؟ اذا يساوي، راح ندير بالالوان احسن، يساوي هذا الطول كامل، هذا اللي راح نبدا فيه، شوف هذا الطول كامل هذا ناقص هذا. اذا هذا كامل من هنا من نقطة O حتى النقطة B ناقص من نقطة O حتى النقطة هذه اللي نوصل لها هنايا. اذا كي نقص هذو الزوج نتحصل على 10. خلينا نسمي هذا مثلا نسميه اش فتحه. اذا من نقطه او الى النقطه بي هذا طول ماذا؟ هذا طول النواس اللي هو ال، هذا ال اللي هو 40 سنتيمتر. اذا بمعنى ان اش ماذا تساوي؟ نكتبوها هنا. اذا اش تساوي ماذا؟ تساوي الى الطول هذا كامل اللي قلت هو ال ناقص اش فتحه اللي هو هذا، يعني درتها الان باللون الاحمر. إذا نحسبوا هذا فقط، هذا بالنسبة للزاوية ألفا. لاحظ هنا عندي مثلث قائم هكذا، هذا مثلث قائم، هذا أش فتحة بالنسبة للزاوية ألفا راه مجاور لها. إذا في المثلث القائم وعندي هنا الزاوية المجاور لها نتحدث على كوسينس ألفا، لأن كوسينس الزاوية ألفا يساوي ماذا؟ تساوي إلى المجاور على الوتر، على الوتر. المجاور هنا ما هو؟ هو أش فتحة، والوتر هو المقابل للزاويه القائمه، هذا اللي باللون الاسود. اذا هذا كذلك هو ال اللي هو طول النواس، اذا على ال. اذا نخرج هنا اش فتحه، اذا اش فتحه ماذا تساوي؟ اذا فقط نقول ال راهي هنا في المقام ونطلعها هنا في البسط، واللي ال كوسينس الفا. اذا هذه الطريقه اللي جبنا منها اش فتحه. اذا نعوض هنا اش فتحه في مكانها، اذا تولي عندنا اش ماذا تساوي؟ تساوي ال ناقص بالنسبة لـ H فتحة هي L كوسينس ألفا،
إذا ناقص L كوسينس ألفا. كذلك هنا أستطيع إخراج L عامل مشترك، وش يبقى لك هنا؟ تبقى لك واحد، واحد في L هي L ناقص بالنسبة لL كي نخرجوها يبقى في مكانها كوسينس ألفا، وبالتالي هذه هي العبارة تاع الارتفاع H. إذا هذه راح نعوضها في مكان H. إذا عندنا H يساوي L في واحد ناقص كوسينس ألفا، إذا وصلوا لنا الحل. إذا نكتبها هنا على جهة، إذا H يساوي إلى L في واحد ناقص كوسينس ألفا. من جبنا هذه جبناها من الرسم. إذا نواصلوا هنا، عندنا العلاقة تاعنا اللي هي نصف M في بي تربيع تساوي إلى M في جي. الآن H نعوضها بهذه العبارة تاعها، إذا في L في واحد ناقص كوسينس الزاوية ألفا. الآن خرجوا هذه في بي تربيع ماذا تساوي؟ إذا هذه هي M على 2، هذه هي M على 2، نضربها الطرف الثاني تولي 2 على M، ونضربها مضروبة في هذا المقدار في M في جي في L في واحد ناقص كوسينس ألفا. هذه هنا بينهم إشارة ضرب، لاحظ هنا باللي هذه ضرب ليست ناقص. إذا هذه M تروح مع M، شيبقى لنا يبقى لنا في بي تربيع تساوي إلى 2 جي في L، نعم 2 جي هاي 2 في جي في L في واحد ناقص كوسينس ألفا. ومن هنا نقدر ندير جذر اللي هو هذه، نديرها بالجذر لان نسحق السرعة عند الموضع بي. اذا بي ماذا يساوي؟ يساوي جذر هذا كامل اللي هما 2 جي في ال في واحد ناقص كوسينس الزاوية الفا. ندير فقط تعويض عددي، اذا بي عند الموضع بي ماذا يساوي؟ جذر نعود نكتب العلاقة هنا احسن، 2 جي في ال في واحد ناقص كوسينس ألفا. نديرو الآن تعويض عددي، تعويض عددي، إذا راح نصيب هكذا 2، والجاذبية عطاوها لي في نص التمرين 10، في ال 40 سنتيمتر نحولها للمتر معناها قسمها على 100 تعطينا 0.4 في واحد ناقص كوسينس بالنسبة للزاوية ألفا اللي هي 60 درجة. إذا كوسينس 60 درجة اللي هو 0.5. إذا بي تساوي، إذا كي نحسبوا هذا كامل راح نصيبوا بأن السرعة عند الموضع بي تساوي إلى 2 متر على الثانية، 2 متر على الثانية. إذا يمكنك التأكد من الحساب. نطرق الآن إلى السؤال الموالي، قال لي رابعا أدرس الجملة كرة زائد أرض بين بي و سي، أي بمعنى كي توصل الكرة عند الموضع بي كنا راح تواصل حركتها على هذا المستوي، لكن هذا المستوي كما قال لي في التمرين هو مستوي أملس، ها هو هنا مستوي أفقي أملس. إذا نحن بغي نديرو الحاصلة أو ندرسو الحركة من بي إلى سي. نشوفو هنا ما راحش نقدر ندير الحاصلة الطاقوي لأني ما عندي حتى الطاقة راح تتغير في هذه المرحلة لأن المستوي أملس. نشوف هنا نحاول ندير معادلة انحباط الطاقة بين الموضعين بي و سي مادام المستوي أملس، بمعنى هاد الطاقة راح تبقى محفوظة بين هاد الموضعين. إذا ثالثا أو رابعا دراسة حركة الجملة بين الموضعين بي و سي. إذا راح نديرو مباشرة معادلة انحباط الطاقة، لدينا أو سي عند الموضع سي النهائي زائد أو بي بي عند الموضع سي تساوي أو سي عند الموضع بي زائد أو بي بي عند الموضع بي هكذا. إذا لاحظوا من خلال الرسم تاعنا هذا اللي الشكل أن الطاقة الحركية أو الطاقة الكامنة عفوا المرونية عفوا الطاقة الكامنة الثقلية، احنا اخذنا هذا المستوى المرجعي لحسابه، بمعنى الطاقة الكامنة عند الموضع بي تساوي الصفر وعند الموضع سي كذلك تساوي الصفر لان هذا في نفس المستوى. اذا هذا الشيء راح نكتبه هنا. اذا لدينا او بي بي عند الموضع سي يساوي الى او بي بي عند الموضع ماذا؟ موضع
بي ويساوي الى الصفر. هذه جبناها من المستوى المرجعي لحساب الطاقه الكامله الثقلي. اذا واش راح يبقى لنا؟ راح يبقى لنا غادي نكتب لدينا ومنه اذا او نكتب اذا لدينا او سي عند الموضع سي يساوي ماذا؟ يساوي او سي عند الموضع بي، اي ان الطاقه الحركيه عند الموضع سي هي نفسها الطاقه الحركيه عند الموضع بي. وبما ان هذه ماذا تساوي؟ تساوي نصف ام في في سي تربيع تساوي الى نصف ام في في بي تربيع. اذا مساواه هذه العلاقتين يعني ان في سي تساوي الى في بي وتساوي الى 2 متر على الثانيه اللي كنا حسبناها سابقا. اذا بمعنى ان الحركه على هذا المستوى اي من بي الى سي راح تكون جملة خلالها جملة معزولة، وراح تكون الحركة هنا حركة مستقيمة منتظمة بحيث السرعة تبقى ثابتة. إذا لدينا طبيعة الحركة حركة مستقيمة منتظمة بحيث ما كانش هنا قوة الاحتكاك في هذه المرحلة. احنا اللي يهمنا الآن في هذه المرحلة هو أن أجد هذه السرعة، أن السرعة عند الموضع سي هي نفسها السرعة عند الموضع بي، باش ندير المرحلة الأخيرة اللي هي من سي إلى دي حيث هنا وجود النابض. إذا نطرق السؤال الموالي الآن، قال لي خامسا أدرس الجملة كرة زائد أرض زائد نابض بين سي ودي. نعرفوا باللي كي توصل الكرة عند الموضع سي راح تضغط على النابض، النابض هنا راح يتشوه بمعنى راح يتقلص بمعنى راح يكتسب طاقة كامنة مرونية عند الموضع دي، وعند الموضع دي تتوقف كذلك الكرة. إذا احنا راح نديرو الجملة اللي هي الكرة زائد الأرض زائد النابض بين سي و سي و دي. هنا نلاحظ باللي الأرض هنايا كي ضفناها راح ندخلو الطاقة الكامنة الثقلية، لكن نلاحظ باللي السي مع دي لديهما نفس راهم يقعان في نفس المستوى، بمعنى الطاقة الكامنة الثقلية عند السي و عند دي تساوي كلاهما تساوي الصفر، بمعنى في الفقاعة اللي راح نديرها كنت على الحصيلة الطاقوية راح يكون عندي فقط طاقتين اللي هي الحركية والكامنة المرونية، أما الطاقة الكامنة الثقلية فتساوي الصفر نسبة إلى المرجع اللي أنا مخيرين، حيث السي ودي كما قلت لديهما نفس الارتفاع. الآن ندرسوا الحركة هنايا ونحاولوا نجيبوا معدل انحفاض الطاقة. إذا خامسا دراسة الجملة كرة زائد أرض زائد نابض بين سي و دي. إذا هنا راح نديرو هاد الفقاعة وندير فيها عمودين خاصين بالطاقة الحركية والطاقة الكاملة المرونية. هنا كما قلت الأرض بالرغم أنها موجودة في الجملة لكن الطاقة الكاملة الثقلية نسبة إلى المرجع تساوي إلى الصفر. إذا بالنسبة للطاقتين لدينا الطاقة الحركية، نعاود نرسم هنا رسم بسيط هكذا، فرضا الكرة ها هي عند الموضع مثلا الموضع هذا سي راح توصل إلى الموضع دي. إذا عند الموضع سي عندها طاقة حركية راح تكون أعظمية ثم تتناقص إلى أن تتوقف عند الموضع دي هنا. إذا بمعنى الطاقة الحركية راح تتناقص. إذا عندنا هكذا نقاط متقطعة، هذه أو سي عند سي وتتناقص إلى الصفر عند أو سي عند الموضع دي هكذا. أما بالنسبة للنابض كي يكون عند الموضع سي راح في وضع الراحة، معناها طاقته الكامنة المرونية هي أو بي أو بي أو عند الموضع سي تساوي الصفر، ثم تصبح أعظمية عند الموضع دي حيث يصبح النابض منضغط، هذه أو بي أو عند الموضع دي. هذه بالنسبة للحاصلة الطاقوية. هنا الجملة عندي كرة زائد أرض زائد نابض، هنا معادلة انحفاض الطاقة. إذا نفس الشيء، إذا الطاقة النهائية عند الموضع دي لدينا أو سي عند دي زائد أو بي أو عند دي تساوي إلى أو سي عند الموضع سي زائد أو بي أو عند الموضع سي. لدينا بالنسبة للطاقة عند الموضع الطاقة الحركية عند الموضع دي راح الكرة تتوقف وبالتالي تساوي الصفر، إذا هذه راح تساويها للصفر. كذلك لدي الطاقة الكامنة المرونية عند الموضع سي تساوي الصفر لأن النابض مازال ما انضغطش، وبالتالي المعادلة راح تصبح كما يلي، تصبح أو بي أو عند الموضع دي
تساوي إلى أوس سي عند الموضع سي، بمعنى كل الطاقة اللي كانت للكرة اللي هي طاقة حركية عند الموضع سي تحولت إلى طاقة كامنة مرورية عند الموضع دي يكتسبها النابض. هذا بالنسبة للسؤال الخامس. السؤال السادس تابع له تقريبا، هو قال لي ما هو أقصى انضغاط للنابض؟ إذا راح نرجعوا دائما للحاصلة الطاقوية ومعادلة انحفاظ الطاقة، راح نقلعوا من هذه فقط. إذا حساب، إذا خامسا حساب أقصى انضغاط للنابض. إذا من معادلة انحفاظ الطاقة، من معادلة انحفاظ الطاقة اللي شفناها سابقا لدينا هذه اللي هي او بي او عند دي تساوي او سي عند سي. اذا او بي او عند الموضع دي تساوي الى او سي عند الموضع سي. نعوض هذه بالعباره نتاعها، الطاقه الكامنه المرونيه هي نصف ك في اكس مربع تساوي الى نصف ام في بي سي مربع. احنا اللي محتاجينها هي اكس هذه، اذا راح ننقلوا هذه نصف ك للطرف الثاني تولي عندنا اكس مربع تساوي، هنا نقدر النص يروح مع النص مباشره، ك كي تنقلها راهي هنا يا ضرب، كي تنقلها تولي في المقام، تولي هنا ام على ك في بي سي تربيع. ثم هذه نديروها بالجذر تولي اكس ماذا تساوي؟ تساوي جذر هذو كامل، اذا هذو كامل نقدر نجزئهم كذلك، ندير جذر ام على ك و في سي تربيع نديرها فقط في سي وكأني ربعتها. نعوض نديرو تعويض عددي فقط، هنايا تولي عندنا نعاود نكتب العلاقة هنا. إذا إكس تساوي جذر أم على ك في في سي، نديرو تعويض عددي الآن. إذا جذر بالنسبة للكتلة لدينا 0.2 لأنها 200 غرام حولها الكيلوغرام، على ثابت المرونة تاع النابض اللي هو 500 نيوتن على المتر، في في سي اللي هي السرعة عند الموضع بي اللي هي 2. اذا حسابيا سنجد ان القيمة تساوي 0.04 متر واللي هي 0 فاصل او نحولها مباشرة للسنتيمتر سنجد 4 سنتيمتر. اذا 4 سنتيمتر اي ان النابض سيتقلص بمقدار 4 سنتيمتر. اذا كان هذا فيما يخص التمرين الثاني الخاص بالاختبار اللي وضعناه في المنتدى الخاص بالقناة. إذا شكرا على المتابعة، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.